للأسف نحن اليوم أمام مشهد بيعكس بوضوح تناقض واضح بمواقف بعض الكتل، واللي بتأكد من ناحية على تشريع الضرورة، ومن ناحية تانية بتقاطع جلسة فيها قوانين بغاية من الأهمية والضرورة. وبالتالي هذا الأمر اللي مش مفهوم مش لإلنا، للرأي العام اللبناني اللي أعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية. للأسف أيضا نفس هذه الكتل بمرحلة لجأت إلى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، والمجلس الدستوري كان واضح بأنه مجلس النواب يستطيع القيام بكل أعمال التشريع. ومع هذا وكله احتراما وتقديرا من رئيس المجلس راعى هذه المسألة، اشتغل على موضوع الحد المقبول من القوانين المطروحة، وبالتالي مع هذا وكله ما حدا أو ما تجاوبوا مع هذا الأمر. هذه مسألة مرتبطة بشكل أو بآخر بمنطقة تعطيل المؤسسات، إضعاف الدولة، مزيد من الانهيار، ويشبه تماماً هذا التعطيل اللي صار برئاسة الجمهورية نتيجة الإصرار على عدم الحوار. الحوار اللي كان وحده وما زال بشكل القاسم الوحيد اللي بنقدر من خلاله نوصل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنه توازنات المجلس كلنا بنعرفها، ولأنه نحن كنا مقدرين خطورة أن نبقى إلى مرحلة طويلة من بفراغ رئاسي. رئيس المجلس دولة الرئيس بري دعا من أكثر من 8 أشهر تعوا يا عمي لحتى نلتقى ونتحاور. للأسف هداك المشهد بيشبه مشهد اليوم أيضا، مزيد من التعطيل والدفع باتجاه إضعاف وانهيار المؤسسات بالبلد. يعني يا ريت هذا الحكي انحكى باللجان اللي درست هذا الصندوق، واللي نفسهم هؤلاء كانوا عم بيأكدوا على أهمية إصدار مثل هذا الصندوق لمواكبة العمليات اللي بدها تبلش الأسبوع المقبل. هذا منطق تبريري كان بيقدر أي نائب عنده رأي بتأجيل هذا الأمر يعبر عنه بداخل الجلسة. حاج سؤال، كيف بتقروا يعني تغيب التيار الوطني الحر، وهذا ما بناقض المناخ الإيجابي يلي انحكى فيه بالحوار مع حزب الله وقيل إنه الرئيس لا بيجاوبه. نحن عم نحكي عن مسارين مختلفين، هذا موضوع نحن حريصين على استمراره، مش بس بين الحزب والتيار، بين كل المكونات اللبنانية تلتقى مع بعض البعض. هذا أمر نحن بنشجعه، بندعمه، بنراهن عليه مستقبلا لتحسين الوضع الداخلي، لكن المسار هيدا لا له علاقة بالتشريع. رئيس بري تسلم على البيان اللي طلع امبارح من نواب المعارضة ورفضوا أي حوار مع الثنائي. هذا موقفهم، هذا للأسف موقف بدل على رغبة بنحر ويمكن انتحار سياسي. نحن بالنسبة لنا عم نتعاطى بإيجابية، يمكن يكون في عنا ملاحظات، لكن الأولوية بالنسبة لنا هي موضوع الجوهر، هي لقاء اللبنانيين، تحاورهم مع بعضهم البعض، تفاهمهم على انتخاب رئيس للجمهورية.